يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول شاحنات المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لقطاع غزة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، بالإضافة لدخول شاحنات الوقود. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا مباشرة من العريش مراسل التلفزيون المصري محمود جميل. محمود، تطلعنا على آخر تفاصيل المشهد لديك في العريش وعلى معبر رفح. نعم، بعد التحية، لازالت كل الجهود متواصلة وتتدفق المساعدات الإنسانية بعدد كبير من الشاحنات على مدينة العريش أولا ثم معبر رفح. لكن بالحديث عن مدينة العريش، يعني نتواجد في وسط مدينة العريش ومن خلفي تظهر الشاحنات الموجودة، تصطف عدد كبير من الشاحنات على جانب الطريق هنا في مدينة العريش، عدد كبير من الشاحنات المحملة بعدد من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية. هذه المساعدات التي تقدمها مصر وأيضا المساعدات التي تأتي من الدول المختلفة التي لازالت ترسل المساعدات الخاصة بها عبر مطار العريش الذي لازال أيضا يستقبل الطائرات. نتحدث عن أن مطار العريش حتى هذه اللحظة ومنذ صباح هذا اليوم استقبل مطار العريش طائرتين، طائرة بولندية على متنها 33 طن من المستلزمات الطبية، والطائرة الثانية هي طائرة من الإمارات قادمة على متنها 36 طن من المواد الغذائية وأيضا المستلزمات الطبية، ليصبح عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش أكثر من 350 طائرة من 50 منظمة إقليمية ودولية وأيضا دول عربية وأجنبية. هذا التنسيق الذي يتم مع جمعية الهلال الأحمر المصري بتجهيز هذه الشاحنات لتتجه مباشرة إلى معبر رفح. عندما نتحدث عن معبر رفح اليوم تحديدا، وصل إلى الجانب الفلسطيني 50 شاحنة بها عدد كبير من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، إلى جانب أن المعبر أيضا لازال يستقبل كل المصابين والجرحى الذين يتم تقديم الخدمات العلاجية لهم. نتحدث على أن المعبر اليوم استقبل حتى هذه اللحظة نتحدث عن 18 مصابا بمرافقيهم، ثم أيضا عدد من مزدوجي الجنسية ورعايا الدول الأجنبية، نتحدث عن أكثر من 250 وافد من الدول الرعاية الدول الأجنبية، بالإضافة بالطبع إلى القافلة الرابعة الخاصة ببيت الزكاة والصدقات المصري التي اتجهت إلى معبر رفح يعني تمهيدا لدخولها عبر المنافذ المختلفة، سواء كرم أبو سالم أو العوجة، تمهيدا أيضا لدخولها إلى الجانب الفلسطيني. نتحدث أيضا بجانب هذه الشاحنات المجهود الطبي الذي يتم هنا في محافظة شمال سيناء، وتحديدا بعد التطويرات التي حدثت بمستشفى العريش ومستشفى بئر العبد، بإضافة مباني جديدة لمستشفى العريش، ثم أيضا عدد من الأسرة التي وصلت إلى أكثر من 220 سرير في مستشفى العريش. يتم استقبال كل المرضى والمصابين على اختلاف بالطبع الحالات الخاصة، سواء كانت متعلقة بالكسور أو الجروح. يتم معالجة هذه الإصابات في مدينة العريش وأيضا الشيخ زويد وبئر العبد، ثم هناك بعض الحالات التي تستدعي الذهاب إلى بعض المستشفيات في مدن القناة أو القاهرة أو العاصمة الإدارية الجديدة. هذا بالإضافة إلى أن الجهود ليس فقط هنا للقادمين من قطاع غزة، ولكن أيضا في محافظة خان يونس في جنوب قطاع غزة قرب الانتهاء من المخيم الإغاثي الذي أنشئ من جمعية الهلال الأحمر المصري. محمود، يعني هناك مشكلة غذائية حقيقية داخل قطاع غزة، هل لديك أي معلومات عن ثمة عراقيل تضعها القوات الإسرائيلية أمام دخول شاحنات المساعدات بسهولة إلى قطاع غزة؟ بالتأكيد هناك بعض العراقيل، خاصة أن هناك يعني بعض الأخبار لاستهداف بعض المساعدات أو الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية في قطاع غزة أثناء ذهاب هذه المساعدات للأشقاء الفلسطينيين. هذا بالإضافة إلى إجراءات التفتيش التي تتم تحديدا في منفذ كرم أبو سالم، يجعل أو إجراءات التفتيش هذه تعرقل وصول أكبر عدد من المساعدات، وبالطبع مع زيادة القصف وزيادة عدد الإصابات
وتدمير البنية التحتية في قطاع غزة هم بحاجة أكبر إلى مزيد من المساعدات الغذائية، لأن يعني هناك يعني أكثر من 80% يعانون من نقص حاد في الغذاء هناك، فبالتالي عدد الشاحنات التي تصل إلى قطاع غزة لا يكفي الحاجة التي يحتاجها الأشقاء الفلسطينيين من المواد الغذائية وأيضا من المستلزمات الطبية. وحتى الآن الجميع يأمل وينتظر فيما يتعلق بتنفيذ آلية قرار مجلس الأمن بتسريع وتيرة دخول المساعدات، خاصة المساعدات الغذائية، ومصر تستمر في إدخال المساعدات من الجانب المصري بعدد الشاحنات الذي يصل إلى أكثر من 100 شاحنة باليوم، لكن الجانب الآخر على الجانب الفلسطيني العدد الذي يصل هو قليل للغاية ولا يلبي احتياجات قطاع غزة من المواد الغذائية أو حتى المستلزمات الطبية. فالجهود المصرية مستمرة في إدخال هذه المساعدات، لكن يتبقى على الجانب الآخر تسهيل دخول أكبر عدد من الشاحنات لقطاع غزة وحتى يلبي احتياجات الأشقاء الفلسطينيين. أشكرك شكرا جزيلا محمود جميل، مراسل التلفزيون المصري.